تشكو مشكلتها مع الدراسة. تقول أنا طالبة في كلية الطب، من الله علي بعد التحاقي بالكلية وهداني إلى صراطه المستقيم، فغطيت وجهي والتزمت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فله الحمد سبحانه، ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في كثير من المنكرات، أهمها الاختلاط بالجنس الآخر منذ خروجي من البيت وحتى عودتي إليه، وذلك في الكلية حيث أنها مختلطة أو في وسائل المواصلات وفي الشارع. تقول وبقي لي ما لا يقل عن لعدة سنوات حتى التخرج، وأنا الآن أريد أن أقر في البيت وأترك الدراسة، لا لذات الدراسة ولكن للمنكرات التي ألاقيها، ووالدي ووالدتي يؤكدان علي بمواصلة الدراسة، وأنا الآن متحيرة، هل أدخل بطاعتي لهما ضمن من يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أم أن عدم طاعتي لهما في هذا الأمر تعتبر عقوقا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الحال على حسب ما وصفت هذه المرأة بالنسبة لدراستها، فإنه لا يجوز لها أن تواصل الدراسة مع هذا المنكر الذي وصفته لنا في رسالتها، ولا يلزمها أن تطيع والديها في الاستمرار بهذه الدراسة، وذلك لأن طاعة الوالدين تبع لطاعة الله عز وجل، وطاعة الله هي العليا وهي المقدمة، والله تبارك وتعالى ينهى المرأة أن تكشف وجهها للرجال وأن تختلط بهم هذا الاختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في كتابها. وإذا تيسر لها أن تحول دراستها إلى جامعات أخرى في حقل آخر لا يحصل به هذا الاختلاط فهو أولى وأحسن، وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتها ورزق الله تعالى واسع.